عيون جل مغمرات يا حي مركب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ بميدان الساد. هو شوطنا اللي تعلن انطلاقته، الشوط الثالث بالنسبة للقعدان الإيداع المحليات الأصايل. نسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع شاهين سالم بن محمد بوثم العامري يتصدر قيادة الشوط، يليه المركز الثاني شاهين أو ملبق منصور بن هادي بن بيحان المنهالي المركز الثالث الصارم سعيد بن محمد بن حوته العامري. إذا وصلنا المركز الرابع شايم سلطان بن عوض بن خميس الشامسي. المركز الخامس شاهين سيف بن محمد بن بحري. وفي المركز السادس يصل الفيل لسالم بن عامر العامري. هكذا الندى مشاهدينا الكرام لستة الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط الخاص للقعدان الإقداع المحليات الأصايل. نعود إلى صدارة هذا الشوط ونتابع اللي يقود المسيرة. هو ملبق منصور بن هادي بن بيحان المنهالي من يقدم ملبق إلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين سالم بن محمد بوثم العامري. مشاهدينا الكرام هكذا مسار هذا الشوط الخاص للقعدان الإيداع المحليات الأصايل، والأمور تسير لصالح شاهين سالم بن محمد أبو ثم العامري من يقدم شاهين. أما في المركز الثاني الصارم سعيد بن محمد بن حوتة العامري ياتي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث ملبق منصور بن هادي بن بيحان المنهالي. وفي المركز الثالث موقع. أما في المركز الرابع يصل الفيل لسالم بن عامر العامري. وفي المركز الخامس شاهين سيف بن محمد بن بحري العامري. نشوف المركز السادس شايم سلطان بن عوض بن خميس الشامسي. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لستة الأسماء المتقدمة الباحثة عن نيل الفوز والناموس. نعود وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي يقود المسيرة. اللي مسيطر إلى المقدمة شاهين سالم بن محمد بوثم العامري، هو من سيطر إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الصارم سعيد محمد بن حوتة العامري. والثالث شاهين سيف بن محمد بن بحري بن نوبي العامري. الفيل ياتي على المركز الرابع حق
سالم بن عامر بن علي العامري. نكتفي بالأربعة، نكتفي بالأربعة مشاهدين الكرام، ونعود وياكم إلى مقدمة الشوط، لأن غادرنا بوابة الاثنين كيلومترات، غادرناها اتجاهنا اتجاه سليم إلى الأمتار النهائية، إلى أمتارنا النهائية، وهذا الصارم سعيد محمد بالحوتة العامري مسيطر، الصارم مسيطر شاهين سيف بن محمد البحري بالنوبي العامري على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم شاهين سالم بن محمد بوثام العامري، يأتي على المركز الثالث، لكن بنعود إلى مقدمة هذا الشوط والاغتراب من بوابة 1500 اللي تفصلنا عن خط النهاية بقيادة ويش، بقيادة شاهين سيف بن محمد بالبحري العامري، من يقود المسيرة ويسيطر على المركز الأول حتى هذه اللحظات. المركز الثاني الصارم سيف بن محمد بالبحري، سعيد بن محمد بالحوتة، هذا سعيد محمد بالحوتة ثاني، سيف بن محمد البحري الأول. الشوط يسير بهدوء يا إخواني، الشوط يسير بهدوء، والهدوء غير مطلوب، لأن شارفنا للمهرجانات الختامية. إذا هو الهدوء في هذا الوقت يعني النتيجة الله يعين عليها، يا سلام، لأن خلاص الديوان اللي قبل الأخير، الديوان اللي قبل الأخير وبوابة الكيلو المتر الأخير تفتح الأبواب للمتنافسين إلى خط النهاية، يا سلام. 46 اليوم التوقيت كان الأفضل، وقت 7 بالنسبة للقايا، لكن هني لازالت الأمور أيضا الإجداع. ناقة الحلامي كم سجلت يا أبو عمران؟ 7:53 وبدون أوامر، الإجداع الشوط اللي انتهى منذ لحظات، راحت راس وانفردت منذ البداية، هو رقص ممتع للجمهور، يا سلام. لكن هني بدأت التحركات، بدأت سرعة الشوط من الصارم سعيد بن محمد بالحوتة العامري. أطلق مشاهدين الكرام الصارم، تحرك بالبحري، والفيل غادم. سالم عامر، الله الله، على ما يبدو الفيل بيغير الميازين في الأمتار الأخيرة، ما دام هكذا المسار سالم عامر بيجلبها عليكم في اللحظات الأخيرة، 500 متر الأخيرة، 500 يا بالحوتة، يا سلام، المسيطر بالصارم، الصارم، الفيل غادم، سالم بن عامر العامري ينطلق إلى المركز الثاني، 400 و300 متر النهائية، لكن الصارم، سعيد بن محمد بن حوتة العامري من يسيطر على المركز الأول، السيطرة التامة حتى النهاية. تهانينا لسعيد بن محمد بالحوتة العامري، نهنيه على فوز الصارم بالمركز الأول، يصل لخط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني الفيل لسالم بن عامر العامري، المركز الثالث مشاهدين الكرام لسيف بن محمد بالبحري، التوقيت 7:56، ممتاز. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بالحوتة العامري.